قانون الأمن الغذائي يرفض التغيير، أرقام مفاجئة لم تذكر مسبقاً بالاقتصاد العراقي، فهل يمضي البرلمان بالتصويت عليه؟ تصريحات وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بشأن الإيرادات النفطية في الإقليم تكشف عن انتهاك قانون المحكمة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وبعد أن فشلت الحكومة، هل يستطيع البرلمان تمرير قانون الأمن الغذائي؟ عن هذا الموضوع مشاهدينا ومواضيع أخرى سوف نتحدث، وبالتأكيد علقت أوساط سياسية أن إقرار المحكمة الاتحادية قرارها أوضح بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي وكذلك إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة لا يلغي قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن الدستور لا يجيز أي قانون فيه جانب مالية سواء من الحكومة أو من البرلمان. وفي حال تم تمرير هذا القانون في جلسة البرلمان فقرار الطعن ينتظروه في المحكمة الاتحادية. في الجانب الآخر مشاهدينا، فأنه على ما يبدو أن القفز على القوانين بات أمرا معتادا لدى حكومة الإقليم التي خرقت قرار المحكمة الاتحادية الذي كان يقضي بمنع التصرف بالإيرادات للحقول النفطية في الإقليم من قبل حكومة إقليم كردستان. وبالتأكيد هذا تصريح أو ما جاء في تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الذي أكد أن إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات من أموال النفط المصدر من الإقليم. وفي ملفنا الأول مشاهدينا من حصادنا لهذه الليلة نناقش موضوع قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي ينتظر إقراره من قبل البرلمان والبدء بالقراءة الأولى أمس في البرلمان بعد قرار المحكمة العليا بإلغاءه. فهل هي مناورة سياسية مصيرها الطعن؟ وفي حال تم إقراره، هل سيسهم القانون في حل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين؟ تقرير نهى الشمري. قانون الأمن الغذائي المثير للجدل والاستفهامات الكثيرة، مسار معاكس أبداه البرلمان العراقي حين الانتهاء من قراءته ومحاولة تبرير الإشكالات المثارة ضده من قبل خبراء الاقتصاد، وبعد رفضه من قبل المحكمة الاتحادية لما له من ضرر على مكون دون آخر، إذ يعاود البرلمان إصراره المريب على محاولة تمريره ولو بطرق غير قانونية. يعني بداية القانون صدر ب 30 تريليون، تم تخفيضه إلى 25 ومن ثم إلى 23 تريليون دينار، هاي 7 تريليون وين راحت؟ وين تريد تروح كان؟ زين، ما هي ليش شنو المسوق انه انطى صلاحيه الى وزير الماليه من 5% الى وارفعها الى 15%؟ كثير من الاشكالات التحوم حول مشروع القانون. فالقرار عده متابعون أنه التفات على الموازنة من قبل البرلمان وحكومة تصريف الأعمال بالوقت الذي جدد القضاء محدودية صلاحياتها بعد مخاطبات من قبل رئاسة الجمهورية بتوضيح مهامها التي تراها تخطت الحدود بتشريع القوانين الخارجة عن إطار الدستور. هناك الكثير من الملاحظات سجلت على عمل الحكومة الحالية وهي التي تتمتع بحكومة تصرف الأمور اليومية. الحكومة ليس من صلاحياتها استنادا للمادة 42 ثانية من النظام الداخلي لمجلس رئاسة الوزراء إقرار وتصديق المعاهدات وإقرار القوانين باعتبار أن قانون الأمن الغذائي يقع ضمن أعمال هذه الحكومة، ولكن الحكومة ما زالت تتمتع بحكومة تصرف الأمور اليومية، بالتالي ليس من شأنها اقتراح وتصديق القوانين. وبين تبرير إشكالياته والإصرار على إعادة تمريره التي عدت تحدي واضح للقضاء وفيه مغانم كثيرة للطامعين بإقراره، يتطلع الشارع العراقي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة للخلاص من هذه التجاوزات القانونية المتكررة التي يراها
تبخس حقه. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو. أولا عضو تحالف الفتح الأستاذ محمود الحياني، أهلا بك سيد محمود ضيفا كريما. كذلك الترحيب بعضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب جمال كوجر، ينضمنا مباشرة عبر بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيادة النائب. والترحيب أيضا بعضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الربيعي، ينضمنا عبر سكايب مباشرة من البصرة، أهلا بكم سيادة النائب. وأبدأ معكم سيد محمود، شنو سبب اللغط الذي أثير بشكل كبير حول قانون الأمن الغذائي، رغم أكو حاجة ملحة فعلا لهذا القانون أمام الأزمة الغذائية المتوقعة؟ ضيفيك العزيزين السيد النائب جمال والسيد أحمد الربيعي، حقيقة بداية أنه وعلى جمهوركم قناتكم الكريمة، بداية أنه كان القانون اللي أعد هو مبلغ كان بـ 9.6 تريليون دينار عراقي، لكن اللي اجى للبرلمان كان هو 30 تريليون دينار عراقي موزع على انه تكون، هو طبعا قانون الامن الغذائي على اساس انه يوفر مواد غذائيه وحصه تموينيه وما الى ذلك من احتياجات المواطن الغذائيه. لكن اللي اجى للبرلمان بحصه للمناطق المحرره، حصه لاقليم كردستان، حصه للبطاقه التموينيه، حصه لما اعرف وين يعني، واشيع بانه اكو به تعيينات وما تعيينات، هذا طبعا ما موجوده. واللي وصل للبرلمان مجرد مسوده قانون وعلى اساس يوزع وفق جداول ماكو، يعني القانون مبهم وكانه عد لمصالح يعني حزبيه او شخصيات معينه راح تزيد من الفساد وعليه كثير من المآخذ. طبعا المحكمه الاتحاديه لما قام الدعوى السيد النائب باسم خشان نائب المستقل على صياغة القانون وكيفية توزيع المال وعلى أنه الحكومة اليوم حكومة تصريف أعمال ليس لديها، هو دعوة باسم خشان كانت على القانون نفسه لو عن الطريقة يعني وصلاحيات الحكومة حكومة تصريف الأعمال، حقيقة كانت على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وضحت المحكمة الاتحادية أنه بالمواد الدستورية أنه هذه الحكومة لا تستطيع أن تشرع القوانين لأنها حكومة مجرد تمشية أمور لحين انتخاب حكومة، لو كان لها الصلاحية في أن توزع هكذا مبلغ كان عدت الموازنة أولى من باب أولى أن تعد الموازنة لسنة 22 وتذهب بها إلى البرلمان للموافقة والمصادقة عليه. لكن الموجود حاليا أنه هذه الحكومة هي ليست حكومة منتخبة من قبل هذا البرلمان، حكومة منتخبة من البرلمان السابق، هذه ليس لديها صلاح يعني البرلمان ليس لديه صلاحيات على هذه الحكومه والحكومه ليس لديها صلاحيات، من باب اولى انه تنتخب حكومه وتذهب الى تشكيل حكومه. الموازنه السابقه الحصه التموينيه لمده سنه هي كانت 1.8 تريليون، هذه القانون الامن الغذائي بي لمده سته اشهر اعتقد 8.2 تريليون، يعني ضاعفت بست اضعاف او سبع اضعاف المبلغ اللي ينعد بالموازنه. كذلك الاداره الماليه وكيف يتصرفها يعني النواب الاطار التنسيقي قالوا انه تذهب الى الاداره الماليه وهي تصرف الاموال، هذه كلها ما موجوده. طيب. يعني تذهب طيب واضح سيد محمود، بعد سياده النواب اعرف من جديد ترحب بالنائب جمال كوجر، اهلا بكم مره اخرى سياده النائب. واعاده قانون الامن الغذائي هل كان امر منطقي قانوني دستوري بعد رفضه من قبل المحكمه الاتحاديه؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام. يعني بس اذا تعالجون الصوت ده ينعاد علي. نعم الكنترول يا ريت تعالجون الصوت. واعيد لك السؤال سيد جمال، يعني اعاده قانون الامن الغذائي هل هو كان يعني امر دستوري قانوني مره اخرى؟ السؤال سمعته، بس عالجوا لي الصوت ان شاء الله يتعالج، تفضل. طبعا اذا كانت لدينا حكومه كامله الصلاحيه فهذه كانت اولى اولوياتنا،
والله الصوت قوي جدا ما اقدر اركز اذا يعالجون بعدين. اذا تقدر تبعد الاير بيس السماعه حتى تجاوب راحتك سياده النائب. ما عندي سماعه، عندي سماعات الود. لا قصدي السبيكر بالاذن. ما ادري عالجه لو لا. ان شاء الله تعالج، تفضل سياده النائب. والله ما عالجه ما. طيب عذرا سياده النائب، اعود لك بعد ايضا ان ينضم لنا مباشره النائب احمد الربيعي عبر سكايب. اهلا بكم سياده النائب احمد، واود ان انتقل لكم بذات السؤال. اعاده قانون الامن الغذائي مره اخرى، هل كان يعني من المنطقي من القانوني والدستوري اعادته بعد رفض اليه هذا القانون من قبل المحكمه الاتحاديه؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفيك العزيزين والمشاهدين الكرام. حقيقه يعني اعاده القانون بصيغه مقترح قانون عن طريق اللجنه القانونيه في مجلس النواب بمثابه يعني الالتفاف حول نفس الموضوع لما تم رفض مشروع القانون بصيغته السابقه عن طريق الحكومه، حكومه تصريف الامور اليوميه، وبالجواب القطعي من المحكمه الاتحاديه اعيد نفس مشروع القانون بصيغه مقترح قانون عن طريق اللجنه الماديه. طبعا هو كبدايه انه ياخذ مجرى طبيعي يوم من حق كل 10 نواب او لجنه مختصه انه تقدم مقترح قانون، لكن يوجد استثناء للموضوع على اعتبار يوجد دعم كما تعلم وهو ليس خافي على الجميع، يوجد دعم مباشر لهذا القانون من كتل واضحه ومعروفه تريد امضاء. حقيقه بالنسبه لنا نعتبر انه نفس الاشكاليات السابقه هي ما زالت قائمه ولم يتم رفعها، بحيث انه في قبالها ترتفع يعني الشكوك والشبهات التي كانت مرتكزه لدينا. القانون عليه اعتراضات، عليه جدل قانوني وعليه جدل فني في مضامين ومواد القانون. بالتالي حتى اذا كان يعني بصيغه مقترح قانون قد ياخذ بعض الخطوات كقراءة أولى وقراءة ثانية ومناقشات، لكن بالنتيجة نعتقد أنه اليوم أي طعن من النواب أو الكتل السياسية إلى المحكمة الاتحادية سوف نعود إلى المربع الأول، وبالتالي مجرد استهلاك للوقت والجهد. طيب سيادة النائب، أنت عضو في لجنة النزاهة النيابية، لكن إذا تم التصويت على هذا القانون هل يمكن أن يتم عن طريق إعادة فتح أبواب جديدة للفساد؟ يعني ما نقدر نقول احنا بهذه الصيغه بشكل مباشر، وانما نعتقد انه قد يعني يسبب مساعده ويوجد ثغرات في الموضوع من خلال ان القانون مثلا على سبيل المثال لا يوجد فيه اولا حاليا جدول مشروع القانون او مقترح القانون الجديد، لا يوجد فيه جدول مرفق حتى ننظر كيفيه توزيع الاموال المراد توزيعها، هذا اولا لحد الان لم تصل الينا ولم توزع في جلسه الامس. ثانيا انه نخشى عدم التوزيع العادل للثروه او لموارد هذا القانون، على اعتبار انه اليوم من يتحدثون عن زياده في الايرادات، هي هذه الزياده ناتجه من ارتفاع اسعار النفط، وبالنتيجه هذه الارتفاعات هي متاتيه من الجنوب المحروم المعدوم الخدمات. الصياغه الاولى كانت لا يوجد فيها اشارات واستحقاقات ستكون للمحافظات المنتجه للنفط والبصره على سبيل المثال، فبالتالي انه احنا ننتظر النتائج والتوزيع العادل للثروه والخوف من حصول يعني شبهات بهدر المال العام وغيره. مثلا هدر المال العام نخشى انه باعتبار القانون اشار الى وجود استثناء من الماده 13 من قانون الاداره الماليه. الماده 13 اللي هي تعتمد موضوع الذراعات في المشاريع، اليوم المستثمر او المقاول اللي ينجز عمل ياخذ سلف او ياخذ استحقاق بمقدار ما ينجزه حسب هذه الماده اللي هي تعتبر تسمى ماده الذرعات او تشير الى موضوع الذرعات عفوا. اما الاستثناء من هذه الماده بمعنى انه قد نعطي للمقاول للمستثمر نصف المبالغ وربما كل المبالغ وهو لم ينجز 10% من المشروع، بالتالي هناك خشيه حقيقيه من حصول هدر بالمال العام او حصول فساد مالي واداري.
أعود مرة أخرى إلى سيادة النائب جمال كوجر، أهلا بك مرة أخرى سيادة النائب، نعتذر عن الخلل بالصوت. وأعود إلى المشروع يعني اللي أثار لغط كبير داخل قبة البرلمان قبل الغاء من المحكمة الاتحادية، مو كان الأجدر بالحكومة وحتى البرلمان العمل على التصويت على قانون الموازنة بدل أن تستقطع يمكن النصف الموازنة أو أكثر بهذا القانون، قانون الأمن الغذائي؟ شكرا جزيلا أستاذ العزيز. قانون الموازنة صلاحية حصرية للحكومة، والحكومة يجب أن تكون كاملة الصلاحية وحكومة أصيلة وليست حكومة تصريف أعمال. بالتالي نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نذهب إلى قانون مثل قانون الأمن الغذائي، وإما أن لا يكون لدينا أي قانون ونواجه هذه الأزمات ونضع الحكومة أمام واقع صعب جدا. قضية الالتفاف على قرار أو قانون المحكمة الاتحادية أو قرار المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية لم تطعن في القانون، وإنما طعنت في أن يكون هناك قانون مرسل حكومة مجلس النواب. الحكومة لا تمتلك الصلاحية لأنها حكومة تصريف أعمال، بالتالي طيب. تشريع القوانين ليس من صلاحيتها. طيب ما تقدر اللجنة القانونية أن تطرح مشروع مجلس النواب بتقديم مقترح قانون الأمن الغذائي دون الرجوع إلى الحكومة؟ لا تستطيع، لأنه تعرف الموازنة يعني كل تفاصيل مصاريف الحكومة في الجانبين التشغيلي والاستثماري. مجلس النواب لا يمتلك هذه الصلاحية من جهة، ولا يعرف هذه التفاصيل من جهة ثانية. مجلس النواب له صلاحية اقتراح قانون، ويعني يحتاج إلى موافقة الحكومة لأنها هي صاحبة أي قرار لها جنبة مالية. ونحن في مجلس النواب سنمضي بالقانون، من يظن أن هذا القانون غير دستوري أو غير قانوني أو ليس من صلاحية مجلس النواب فأمامه المحكمة الاتحادية، ويستطيع أن يذهب أن يطعن به. أما أن يعني نبقى مكتوفي الأيدي ونواجه أزمات حادة، فنعتقد هذا ليس يعني إنصافا تجاه الشعب. طيب وهذا لا يعني أنني مع القانون بالكامل، أنا مع أن يكون هناك تخصيص مالي للأمن الغذائي فقط. طيب بالنسبة للقانون حد ذاته، هل يحقق الأمن الغذائي للعراق؟ هل يحد فعلا من الفقر؟ هل فعلا سيساهم في تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي للفقراء؟ يعني للأسف هناك لغط وهناك خلط بين قضية الأمن الغذائي وبين ما أضيف لقانون الأمن الغذائي وبين ما هو مؤمل من الشارع أو لأبناء الشارع والمجتمع، وبين أن توفر مبلغا تواجه أزمات حادة هي خارجة عن سيطرتك. يعني هناك خلط بين هذه المفاهيم الثلاث. قانون الأمن الغذائي ليس هو القانون الذي سيوفر فرص العمل أو يقضي على الفقر أو يحل مشكلة المحاضرين، أو هذا القانون ليس وظيفته يحقق هذا. عندك مشاكل ستواجه الحكومة وستواجه الشعب، هذا القانون سيوفر غطاء مالي للحكومة لتفادي جزء من هذه المشاكل التي سنواجهها. الأمن الغذائي قضية عالمية، هناك يعني كوارث ستحصل، سريلانكا حكومتها سقطت، فاللبنان يعني على الحافة، يعني الكثير من دول العالم. بالتالي توفير غطاء مالي للأمن الغذائي يعني هذه قضية مهمة جدا. هناك من لا يفرق بين البطاقة التموينية وبين الأمن الغذائي. البطاقة التموينية
توفر الحكومة لما يعادل 5% من ما يحتاجه المواطن في لقوته اليومي، في حين أنه الأمن الغذائي يعني الهدف منه هو توفير 100% عندما تخلو الأسواق من القوت ومن من كافة المستلزمات الغذائية. فهناك من لا يفرق بينهما ويقول بأنه ما تم تخصيصه في موازنة 2021 للبطاقة التموينية هل قد، في حين أنه ما هو مدرج في هذا القانون هل قد، وهذا طيب. هذه المقارنة غير صحيحة. نحن نتحدث عن مجاعة قادمة لا سامح الله إذا أتت. ما هي إجراءات الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟ هذا ما نتحدث عنه. لدينا أو أمامنا صيف حار ومشاكل الكهرباء. ماذا تحتاج الحكومة لكي نتفادى هذا الصيف الحار؟ وهكذا مشاكل. أما من يخلط بين الكثير من المشاكل الموجودة في المجتمع وهذا القانون فباعتقادي هذا ليس سليما. طيب سيد جمال، أعود لك أستاذ محمود مرة أخرى. تباين ما بين إرادات الكتل، كتل تدعم إقرار هذا القانون وكتل ترفض هذا القانون لأسباب ذكرت، لكن السؤال شنو البديل إذا لم يتم التصويت على هذا القانون وهناك كما ذكر سيادتنا الجمال هناك أزمة غذائية عالمية ومتوقعة؟ يعني احنا لسنا ضد توفير الغذاء للشعب العراقي أو لنا، يعني وراح يكون للشعب كله، احنا بنقول للشعب العراقي وليس جزء منه، لكن شكل القانون وجداول القانون اللي موجوده وتوزيع الاموال والدخول، يعني هسه اوكي تامين غذاء اسمه امن غذاء بين قوسين اسمه سياده النائب، يعني توفير مواد غذائيه اللي هي الحنطه الرز ما الى ذلك من مواد اساسيه خلينا نقول يحتاجها المواطن. طيب مو الزيت وغيرها، ما نحكي حصه تموينيه، وهذا راح تجيب تدرس المخازن. زين عندنا مخازن احنا تحتوي هاي 8 مليارات تقدر تخزن بها، أمنت هاي المخازن؟ مؤمنة هذه لها مخازن هذه المواد اللي راح تجي؟ ما أعتقد عندنا إمكانية لخزين ب 8 مليار. هاي بالنسبة للمواد الغذائية، لكن أكو أبواب صرف أخرى. لا أحكي لك على هاي. أحكي لك على هاي. زين إذا أنت المناطق المتحررة المحررة 9 مليار تعطيها، إقليم كردستان تعطي 3 مليار دولار. 3 مليار و 9 مليار دولار مو دينار. هذه شنو بتبويبها؟ إيش راح يكون؟ زين هاي شعليها بالأمن الغذائي؟ اليوم مثل ما تفضل السيد النائب وقال احنا نواجه مشكله ما عشان اوكي احنا وياك، لكن احنا اتفقوا هم القوى السياسيه والنواب مجلس النواب على القانون ان تكون 9.6 تريليون اللي هي تقريبا 8 مليار دولار، هاي يجيبون بها مواد غذائيه اساسيه لمواجهه المجاعه اللي ربما راح تصير. زين ال 20 او ال 21 مليار 22 مليار هاي وين راح تروح؟ طيب وين تبويبها؟ يعني هذه وينها؟ زين هو هسه حضرته يقول احنا مجلس النواب لا يمتلك صلاحيه الموازنه واعدادها وكذا، شلون قاعد تمتلك صلاحيه اعداد قانون بهذا الشكل بمبلغ 30 تريليون انتم حاطين؟ ما يعادل نصف الموازنه تقريبا. يعني هي هاي وفره ماليه اصبحت من عائدات بيع النفط. نعم. زين انت ذكرت مناطق هوايه، مناطق الجنوب اللي تنتج النفط، ليش ما ذكرت لها طيب قانونيا دستوريا ممكن ان تعامل الموازنه كما تم التعامل بشكل برلماني مع هذا القانون؟ يعني قانون الأمن الغذائي احنا ما نقدر نعطي يعني نصرح عن القضاء العراقي يعني مجلس القضاء والمحكمه الاتحاديه اللي هي دستوريه ووظيفتها حمايه يعني الدستور وكذلك المصادقه على الانتخابات ومراقبه سير العمليه السياسيه والقوانين اللي تحصل. نعم. هذا هنا يعني دور القضاء العراقي يجي هنا، هل لديهم صلاحيه؟ هل اكو مخرج قانوني ممكن انه تخرج به موضوع الموازنه تذهب الى اعداد موازنه الحكومه؟ لكن اعتقد في اعتقادي يعني انه ما ممكن، لانه هذا البرلمان لم يكن هو اللي رشح هذه الحكومه او اللي صوت على هذه الحكومه. نعم. هذه حكومه منتهيه الصلاحيه تتبع البرلمان السابق اللي انتهت صلاحيته في انتخابات السابقة وجاءت هذا البرلمان الجديد. من الأفضل بدل أن تكون هذه اليوم التصويت على الأمن الغذاء، نحن مع أنه توفير الغذاء للشعب العراقي. طيب. الأفضل أن يجتمع البرلمان ويصوت على حكومة جديدة ورئيس حكومة رئيس جمهورية وحكومة جديدة حتى تتمكن من عبور غير متاح حاليا، قد يعني يستغرق شهور ربما طبعا هو هذا سنة سنتين ربما لا تتشكل هذه الحكومة سبب المشاكل السياسية اللي موجودة بين القوى السياسية برمتها بكل محتوياتها. كل القوى السياسية اليوم تنام على تأخير تشكيل الحكومة. احنا اليوم سوينا انتخابات مبكرة حتى نشكل حكومة جديدة تواجه الأزمات اللي عندنا،
الأزمات طيب. اليوم الأزمات بدأت تتطور. خلينا ننتقل إلى سيادة النائب أحمد الربيعي. سيادة النائب أحمد، هل يمكن معاملة قانون الموازنة كما التعامل مع قانون تأمين الأمن الغذائي والتصويت عليه برلمانيا دون الرجوع إلى الحكومة؟ يعني وجهة نظرنا أنه هاي الأمور من حيث المبدأ وكحكومة تصريف أمور يومية هي مكفولة حسب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6/2019. هو كفل في حال أنه عدم تمرير الموازنة لأي سبب أو آخر، سواء تصريف أمور يومية أو حكومة دائمية، ولسبب أو آخر لم تمرر الموازنة، يتم اعتماد الموازنة السابقة بنسبة صرف 1/12 شهريا، وهذا القضية مكفولة. لذلك اليوم يعني مضت 5 أشهر من عام 2022، الأمور طبيعية وماشية، الأمور طبيعية جدا لحد الآن. تعاقدات، إذا تتابع قرارات مجلس الوزراء أسبوعيا هناك تعاقدات كبيرة جدا. احنا الشهر الماضي كانت يعني جدية من مجلس الوزراء ووزارة النفط بالموضوع التعاقد على حبوب البصرة عقبة بما يزيد على 8 مليار دولار. إذا يعني موضوع التعاقدات والأمور الأساسية وغيرها مكفولة بحسب قوانين وأمور أخرى. أما اللي يراد اليوم، يراد هو موضوع يعني مبالغ موجودة متوفرة، يراد تقنين إلها وصرفها. ولذلك يعني هناك نكرر أنه إحنا هناك خشية، وإلا يعني ماذا تفسر أنه اليوم موارد الحساب يتحدث عن 25 تريليون طيب. من الفائض المتوفر لدى خزينة الدولة ووزارة المالية، وبالنتيجة من يجي إلى موارد التسديد يتحدث عن تسديد القروض وغيرها. هو كان الأولى تسديد القروض، ولو كان أنا طيب. لو كان طيب هناك إشكالية في هذه النقطة سيادة النائب، يعني هذا القانون كما هو حتى الآن غير معلوم التفاصيل من ناحية القروض وأوجه الصرف والإنفاق، هل كان فعلا يعطي صلاحية تامة للحكومة للتصرف بكل هذه الأموال الطائلة؟ موازنة الدولة يعني تسديد القروض، تسديد القروض لا يحتاج إلى قانون. اليوم الحكومة هي عليها قروض والتزامات، فحال وجود وفرة مالية ما يحتاج تشريع وقانون، هو التزام. اليوم عندك وفرة مالية تسدد القروض، لكن اللي أريد إلى القانون هو كان خاصة المشروع الأول اللي جاء من الحكومة، بصراحة يعني كان يراد تكبيل الدولة، وإلا هو يتحدث عن وفرة مالية بقيمة 25 تريليون ويريد يقترض كذلك بنفس الوقت. هذا المشروع الأول اللي إجا من الدولة الأول. أما لا. المقترح الحالي هو رفعوا من عدة فقرة القروض، ولكن لذلك يعني إحنا نكرر أنه موضوع الخشية ما زالت موجودة يعني من يعني القانون أنه ولحد الآن هو لم يشير إليها في موارد الحساب، ولكن أعطى صلاحية وتخويل لوزير المالية بإمكانية الاقتراض. طيب إذا إحنا عندنا وفرة مالية، طيب هناك من يعتبر أن القانون دستوري لا تشوب أي مخالفة قانونية سيادة النائب، حتى إن كان مقدم من حكومة تصريف أعمال، لكن المحكمة كان لها القول الفصل في هذا الموضوع. هل نتوقع أن تكون هناك خلافات تشريعية قضائية بالقريب العاجل، ومع بروز هذه الخلافات حول قرارات المحكمة الاتحادية التي لا تطبق لا من الإقليم ولا حتى من البرلمان الاتحادي؟ عذرا الصوت غير واضح، اذا امكن اعاده السؤال. سالتك يعني هناك من يعتبر ان القانون دستوري لا تشوب اي شائبه، بمقابل من يرى ان فيه مخالفه دستوريه او قانونيه، لكن حكومه يعني او المحكمه الاتحاديه كان لها قول فصل في هذا الموضوع بانه لا يجوز تصويت على هكذا قانون مرسل من الحكومه لانها حكومه تصريف اعمال. هل نتوقع ان تكون هناك خلافات مستقبليه ما بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه؟ يعني اليوم السلطة القضائية بصراحة يجب أن تحترم وتحترم قراراتها، لأنه اليوم إذا شككنا بالسلطة القضائية بمعنى أنه إحنا هدينا آخر ركن من أركان الدولة العراقية. فلذلك يعني إحنا صراحة ضد يعني أنه أي تجاوز على السلطة القضائية من أي طرف كان، سواء سياسي أو نيابي أو كتل سياسية وغيرهم، لأنه اليوم احترام القضاء هو يعني جزء أساسي من احترامنا ووجودنا ضمن كيان الدولة العراقية. بالنتيجة أنه وجود صراعات فقط من تتضرر مصالحهم، نعم ربما يشكك، ربما يسيء، ربما يتحدث من هنا وهناك، نعم.
نعود لسياده النائب جمال كوجر. سياده النائب، ليش ابواب الصرف توسعت بالقراءه الاخيره او بالمسوده الاخيره التي عرضت على في جلسه البرلمان لقراءتها قراءه اولى؟ ليش كان اكو فقط اموال مخصصه وصرف لمواد غذائيه لتامين الامن الغذائي، ثم توسعت هذه الابواب لتشمل امور اخرى؟ قبل الإجابة على هذا السؤال بس أريد إعطاء بعض التوضيحات. واحد على 12 أبدا لا يوفر للحكومة أي مبالغ للأمن الغذائي، لأنه واحد على 12 بمعنى الذهاب إلى ما أدرج في موازنة 2021 في الجانب التشغيلي. هذا يعني كان لحالة طبيعية، نحن أمام أزمة غذاء عالمية، بالتالي تطبيق 1 على 12 لا يوفر للحكومة أي غطاء مالي لكي تستطيع أن تواجه هذه الأزمة. النقطة الثانية، تسديد القروض. أي مبالغ تصرف في الدولة العراقية يجب أن تكون مدرجة في قانون الموازنة أو مشرعة بقانون، بالتالي الحكومة لا تستطيع تسديد ديونها الخارجية إذا لم تكن مدرجة. والسؤال الجوهري، هل أدرجت في موازنة 2021؟ لا. الجواب كلا، لأننا يعني ضغطنا على الموازنة وخفضناها من 164 تريليون إلى 130 تريليون، بالتالي حذفنا الكثير من القروض و يعني أخرناها وأجلناها للعام الجديد. بالتالي القطاع الكهربائي ستواجه أزمة حقيقية، لأنه الدولة مثل إيران تطلب مستحقاتها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الحديث عن 25 تريليون والفائض الموجود هو 21 مليار دولار ويتحدثون عن ديون خارجية. تعرف أنه في أي قانون ليس كل ما يكتب يجب أن نلجأ إليها. عندما القانون يذكر فيه أنه السقف الأعلى هو 25 تريليون، معناته ليس لي مجلس النواب أو لهذا القانون أن يزيد من هذا السقف، ولكن قد يعني يخفضه إلى مثل ما تفضل أستاذ محمود، نحتاج إلى 6 تريليونات فنذهب إلى هذا الخيار. مثل ما أتى قانون الموازنة في 2021 ب 164 تريليون ولكن خفضناه إلى 129 أو 130 تريليون، فهذا ال 25 غير ثابت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني كاحتياط إذا لا سمح الله حصل شيء ولجأنا إلى هذا الفائض قبل أن يعني نشرع هذا القانون، بالتالي من أين سنوفر المبالغ؟ أحد الفقرات المذكورة في القانون هو الذهاب نحو الاقتراض. هذه يعني النقطة، يعني ملاحظات سريعة. أما بخصوص سؤالك الجوهري أنه صار توسع، إذا تنظر إلى كل مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة، تأتي مثلا قانون موازنة 2021 أتى إلى الحكومة وهي 48 مادة، وعندما صوتنا عليها زاد عن ما لا أتذكر 56 أو أكثر. طيب لكن يعني انضافت مواد أخرى، يعني بالتالي عندما أتى مشروع القانون من الحكومة، لا لا لا، ما أتى من الحكومة كان 35 تريليون دينار، ما أتى من الحكومة كان 35 تريليون دينار. تم تفصيل هذه ال 35 تريليون بعد جلسات مع الجهات المعنية، وهذا لا يعني أننا كنواب في أعضاء اللجنة المالية كلهم راضون بما أدرج في هذا القانون، وباب المناقشات باب المقترحات مفتوح لكل السادة النواب ولكل الكتل السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب. فبالتالي نحن نشد على الأيادي التي يعني تعمل ليل نهار للحد من الفساد أولا، للحد من الهدر المال العام ثانيا، ولصياغة قانون فعلا يعبر عن ما عن عنوان البارز. طيب. الأمن الغذائي ويحقق هذا الهدف فقط. غير احنا غير داعمين له.
الشكر الجزيل لك عضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب جمال كوجر، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وقتنا ما يسمح، خلينا على الملف الثاني. بس اعطيني دقيقة واحدة، اقترح لمقترح 10 ثواني، 10 ثواني، انه يخلون هذا الامن الغذائي المواد اللي راح تستورد ما ينطوها لشركات تذهب لجيوب الفاسدين واشخاص شخصيات نافذة لها باع بهذا الموضوع وزارة التجارة، انت تستورد الحكومة. هذا ربما سيكون ايضا من يعني تكون ملف رقابي لعضو لجنة النزاهة النيابية. احمد الربيعي الشكر الجزيل لك، تكون عن طريق الحكومة وليس عن طريق الشركات اللي عليها شبهات فساد في وزارة التجارة. نحتاج آلية أخرى. إذن مشاهدينا مع سيد محمود ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. تصريحات وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بشأن الإيرادات النفطية في الإقليم تكشف عن انتهاك قانون المحكمة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم. من جديد، بات ملف النفط يثير نقطة خلاف ما بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية بعد امتناع حكومة إقليم كردستان عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وهذا ما عكسه تعنت أربيل التي ما زالت تتصرف بالإيرادات النفطية دون وجه حق في ظل المجاملة السياسية للحكومة المركزية. تقرير علي حبيب. ملف النفط محور الخلاف بين حكومتي المركز والإقليم لمدة طويلة، يعود مجددا ليؤرق ملف العلاقات بين بغداد وأربيل بعد مرحلة كسر العظم قانونيا أقرت فيها المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لدى حكومة الأقليم، وتلزم فيها الأخيرة تمكين وزارة النفط من إدارة حقول الشمال. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فما تزال حكومة أربيل تمنع السلطات الاتحادية من أداء دورها بتنفيذ قرار المحكمة وعدم تسديدها لمستحقات النفط المصدر. السلطة الرقابية من ديوان الرقابة المالية لم يستطع أن يدخل إلى إقليم كردستان ويدقق كل ما موجود من إيرادات على مستوى المنافذ أو إيرادات سيادية أو مبيعات النفط، وبالتالي هذا الموضوع خاضع للاتفاق السياسي. اليوم قانون، أعتقد قرار المحكمة الاتحادية قرار مهم وتاريخي للدفاع عن ثروات أبناء الشعب العراقي وإبعاد هيمنة وسلطة الأحزاب والبيوتات بعضا منها في إقليم كردستان على حساب أهلنا في الإقليم فضلا عن الشعب العراقي في الوسط والجنوب. تعنت أربيل وتصرفها بموارد البلاد وعدم جدية حكومة تسيير الأعمال في ضبط هذا الملف عبر تطبيق القرارات المترتبة حيال عدم التزام الإقليم بما أقرته المحكمة العليا، يراه نواب أنه مواجهة للحكم القضائي. فطوال السنوات الماضية خضعت العلاقة بين المركز والإقليم للمجاملات السياسية، وأي مساعى لتصوير الخلافات لم تضع النقاط على الحروف. تصريح صريح وواضح ينم على الحقيقة اللي هي غير معلنة، أنه لا اعتراف ب قرارات المحكمة الاتحادية والاعتراف بشرعية القوانين التي تأتي من المركز. اليوم العلاقات هي عبارة عن علاقات سياسية، كل ما هنالك الإقليم يتغذى على الخلافات السياسية يستفيد من طرف دون طرف. وفي مستحدث خطر على جدلية هذه العلاقة، قامت قوة تابعة لحكومة كردستان بالسيطرة على بعض آبار النفط في شمال كركوك بسطوة السلاح بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لمصلحة حكومة الأقليم، وهي ليست المرة الأولى. إذن مشكلات جديدة أطلت برأسها، الفاعل فيها طرف يسعى إلى المناصفة في القرار السياسي مع بغداد بغية الإفلات من مقررات السلطة القضائية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا مرة أخرى بكم مشاهدينا، ومرة ثانية رحب بضيوفنا في الاستوديو عضو تحالف الفتح السيد محمود الخياني. أهلا بك سيد محمود مرة أخرى. يا مرحبا بك. وأيضا الترحيب بالباحث السياسي الأستاذ كاظم الياوري، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من كردستان. أهلا بك سيد كاظم.
وأبدأ معكم سيد محمود، ممكن أن تكون هناك عقوبات تترتب بحكم النصوص القانونية وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بنفط الأقليم وبعد عدم انصياع حكومة الأقليم لقرارات المحكمة الاتحادية؟ يعني هو شوف الحقيقة، تحية للضيف العزيز وجمهوركم الكريم. اليوم المحكمة الاتحادية لما صدرت قرارها، المفروض الحكومة المركزية أو السلطة المركزية هي تمثل السلطة على كل العراق، الإقليم يتبع الحكومة المركزية لأنه أموال التي يستحصلها للرواتب، للاستثمار، للإعمار، هذه كلها تعود إلى من النسبة اللي هي تقد 17 أو 20%. نعم. اللي تأخذ من الموازنة المركزية من الحكومة المركزية وتذهب للإقليم. اليوم هاي العائدات حسب قرار المحكمة الاتحادية، وهذه الدعوة ليست الآن مرفوعة، مرفوعة من 2012 من الحكومات السابقة ومن أعتقد حتى يعني من أعتقد المحاكم الأمريكية، وصدر بها قرار إنه هذه العائدات يجب أن تدخل ضمن وزارة المالية وضمن الحكومة المركزية وتعاد توزيع الثروة، وهذا طبعا الثروات الطبيعية في الدستور العراقي توزع بالتساوي على كل أبناء الشعب العراقي، يعني ليس هنالك حصة لهذا للإقليم وحصة للجنوب وحصة للوسط، لا ماكو، هذه تجمع الثروات وتوزع، يفترض ذلك. لكن الحكومة اليوم بعد صدور هذا القرار تعطي كل شهر 210 مليار دينار للإقليم، طبعا هاي هم بيها أيضا إشكالية وأكو دعاوى مرفوعة على الحكومة. اليوم الحكومة عليها أن تطبق القانون على الجميع. اليوم أبن البصرة إحنا 96% من الموازنة العراقية على نفط البصرة، أو 90 أو 96% على نفط البصرة. ابن البصرة كل شيء بيستفاد من النفط ماله بهيج حال. يفترض أن تكون هناك عقوبات لكن أو إجراءات على الأقل، لكن اليوم هي المشكلة ترى حتى مو بس يعني العائدات هاي النفطية، أكو مشكلة بداخل الإقليم نفسه بين حكومة السليمانية وحكومة أربيل. اليوم اعتراض من حكومة السليمانية من الحزب الاتحاد الكردستاني على عائدات النفط، أين تذهب هذه العائدات وأموال المنافذ الحدودية وغيرها، الأموال تصدير النفط إلى تركيا، اعتراضات من الاتحاد، هناك مشاكل بين الحزبين الكرديين على موضوع النفط وكيف تذهب هذه الأموال. طيب خلينا نطلع على رأي السيد كاظم الياور الباحث السياسي. أهلا بك سيد كاظم مرة أخرى، وأود أن أسألك عن تفسيرك لتجاهل أربيل لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط وأموال النفط المصدر من قبل الإقليم. نعم، شكرا جزيلاً على هذه الاستضافة الطيبة، وأحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي السيد الضيف معنا في هذه اللقاء. حياكم. ولو لم أفهم يعني السؤال بشكل، لأنه هناك يعني تشويش في الصوت، أرجو إذا إصلاح هذه، ولكن ما فهمته هو قرار المحكمة الاتحادية أو ما يخص قضية النفط، تصدير النفط من الإقليم بشكل الخاص. طبعا بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات قانونية ودستورية باتة، لا شك في هذا الأمور من حيث الإجراءات القضائية الأمور الدستورية في البلاد. وحكومة إقليم كردستان العراق رأينا أنها صرحت وبينت أنها معترضة على هذا القرار بما يخص في الشأن التصدير النفط أو قانون نفط والغاز في إقليم كردستان العراق، ولكن هذه الاعتراض ليس هي كلية، بمجمل أن ما يلغي من قرارات بالمحكمة الاتحادية هي مرفوضة، بدليل أن إبعاد سيد هوشار زيباري عن الرئاسة قد قبلت في حكومة إقليم كردستان العراق وأطراف المعنية، وكذلك عشرات القرارات صادرة من المحكمة الاتحادية بهذا الصدد. اليوم نحن كعراقيين كإدارة إقليم وكذلك حكومة الاتحادية لابد أن جميعا أن نغادر النقاش والجدل اللفظي والنصوصي منذ أكثر من 10 سنوات حول النصوص قانونية، كل طرف لديه يعني هذه النصوص الدستورية حمالة الوجوه، يعني حكومة الاتحادية على حق وحكومة الإقليم على حق، لأن كل طرف يعني تستند على مواد الدستورية، ولكن نحن كأوساط سياسية
لربما نكون حلقة وصل ما بين كل هذه الأطراف المعنية، خاصة الطرف الشعبي، الطرف الشعبي سواء كانت في محافظات ال 15 العراقية الأخرى أو محافظات في إقليم كردستان العراق. الشعب جميعا يعني يئنون في مشاكل مع ثرواتهم الطاقة وإلى آخره. مثلا هنا في أربيل يعني إذا قلنا أن الثروة الطبيعية أو النفط لجميع العراقيين، للشعب العراقي، المواطن في أربيل لا يحصل على مادة بنزين إلا بأسعار يعني تسعيرة الدولية وليست عراقية مثل المواطن. إضافة إلى الطوابير الطويلة للحصول على المشتقات النفطية والبنزين وغيرها. سيد كاظم أعود لك، كما ذكر سيد كاظم يعني يمكن الأكراد في شمال العراق يعانون مثل ما يعاني ابن البصرة وباقي المحافظات، كل الشعب ده يعاني من هذه الأزمات. لكن بالنسبة للطبقة السياسية ما نشوف أكو مجاملات سياسية أثرت وأتاحت نوعا ما فرصة لحكومة الإقليم لاستيلاء على مثلا النفط المصدر وأموال أموال النفط المصدر وإيراداته اللي تحققها النفط المصدر والمنافذ الحدودية أيضا. يعني بس عبد العقب على نقطة مهمة جدا، أن المادة 94 بالدستور قالت قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ولا يجوز الاعتراض عليها وتسمو بالعلو على جميع القوانين. فاليوم هي وظيفتها فصل النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هي الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. فلما تصدر قرار، هذا القرار يكون بات وملزم على الجميع أن يلتزم به. لو كان هذا القرار ضد الحكومة الاتحادية أو مو يعني أنه ألزمت أنه قالت لا النفط يبقى للإقليم، هذا هل كانت الحكومة الاتحادية ستعترض؟ هذا القرار تحديدا حكومة الإقليم ما التزمت به واعترضت عليه، بقيت القرارات يمكن التزمت بها حكومة الإقليم، لكن هذا القرار تحديدا اللي يتعلق بأموال النفط وحتى المنافذ الحدودية يعني قالت ما التزم به. أكو إجراءات قانونية ممكن أن تتخذها المحكمة الاتحادية؟ المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها وعلى التنفيذ هو الحكومة الاتحادية مو المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية وظيفتها يعني تشوف القانون يعني الأدلة والإثباتات اللي تتقدم إلها وتصدر قرارها وفق القانون وفق الدستور. التنفيذ هنا وين واجب التنفيذ؟ واجب التنفيذ عند الحكومة الاتحادية هي اللي تنفذ. طيب أكو إجراءات قانونية من وصلت للحكومة الاتحادية أو البرلمان دخلت هنا المجاملات السياسية راح تأثر إلى درجة كبيرة بهدر يعني هذه الأموال. يعني إذا ما يكون هنالك يعني تطبيق صحيح للقانون وهذا القانون يطبق على الجميع، على القوى السياسية وعلى المواطن البسيط، حتى ليش يطبق القانون على المواطن البسيط واللي حيتان الفساد اللي احنا ما نريد نقول الأسماء مالتهم اللي موجودين ضمن الـ 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 يعني المنظومة العام السياسية والمنظومة التجارية والمنظومة الاقتصادية الموجودة. أكو كثير من شبهات الفساد وملفات الفساد والدعاوى المقامة على الفاسدين مدى يطبقها. فإحنا اليوم في مشكلة حقيقة، اليوم تطبيق أو تنفيذ يعني القرار اللي يصدر من المحكمة الاتحادية هذا واجب تطبيقه واجب من قبل الحكومة. الحكومة الإجراءات التنفيذية، الأجهزة التنفيذية اللي هي شنو واجبها مثل ما أنت مثلا طيب. تصدر أيضا أكو دور البرلمان، ودعني أسألك عن دور البرلمان. طبعا إحنا المنصب ما يسمح سيد محمود، المنصب أصبح وسيلة للراحة والثراء اللي يستلمه الشخصي وسبب هذه الأزمات اللي يعاني منها الشعب. سيد محمود واحدة في فساد يزداد سنة بعد سنة يزداد فساد. إذن أكو دور أيضا برلماني ربما سيد كاظم، لكن تتوقع أن يكون هناك حراك سياسي داخل قبة البرلمان سيد كاظم حول قفز حكومة الإقليم على قرار المحكمة الاتحادية أو قضية امتناع أربيل عن تزويد الحكومة المركزية بالإيرادات النفطية؟ طبعا بطبيعة حال مرة أخرى أكرر أنني لا أسمع يعني الحوار الدائر في استوديو بشكل صحيح ويعني بين، ولكن أحاول يعني أجيب بما يعني بموضوع بشكل عام. بالنسبة يعني قرار المحكمة الاتحادية مرة أخرى أقول حتى وإن أخذنا في جانب التنفيذي لهذا القرار، يعني إذا أبطلت قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق إلى أين سوف نرجع؟ نرجع إلى مساحة يعني هناك فراغ ما بين السلطة الاتحادية وسلطة إقليم كردستان العراق، حيث لا توجد هناك قانون نفط والغاز الاتحادي نتحاكم إلى هذا القانون. ومن جهة أخرى حتى الحكومة الحالية تصريف أعمال
لا تستطيع هي الأخرى مكبلة اليدين أن تقدم مقترح قانون بهذا الصدد. إذن لابد أن تكون هناك يعني حلول أخرى مستقبلية حتى وإن توقفنا طيب. الآن بالنسبة للحلول الأخرى سيد كاظم، إذا تقدر تسمعني، تتوقع أن يكون هناك حل برلماني لحل تصرفات حكومة الأقليم بخصوص عدم أو امتناعها عن دفع مستحقات المترتبة عن تصدير النفط من الأقليم، أم يكون هناك ربما حل من قبل المحكمة الاتحادية إذا عرض الموضوع إلى المحكمة الاتحادية مرة أخرى ربما تفرض عقوبات على حكومة الأقليم؟ تفضل. أريد أن نصل إلى قاسم مشترك وطني ما بين الجميع. نعم. والقاسم المشترك برأيي الشخصي هو استناد إلى مادة 108 من الدستور العراقي باستحداث هيئة الوطنية للطاقة لتصدير النفط، يعني الطاقة بهذه الهيئة تكون هيئة وطنية تشترك فيها جميع الأقاليم والمحافظات المنتجة للطاقة يعني الغاز والنفط في العراق كتكون حلقة وسط في هذا المجال. أما الذهاب إلى استقطاعات أو قطع أرزاق الناس عن طريق الموازنة والميزانية، الميزانية هي عبارة عن اختصاصات الحكومة الاتحادية حصريا، يعني من زاخو إلى فاو قوت الناس لابد أن تكون في الميزانية ولا تتعلق بسوء الإدارة أو خلافات سياسية أو اقتصادية ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية. هذا له باب آخر لابد من معالجته بطرق أخرى. أما قوت الناس كما ذكرت منذ البداية أن المواطن في كل العراق وخاصة في الإقليم لم يستفد من المادة الدستورية 111 عندما وصلت الفكرة. شكرا لك سيد كاظم. إذن سيد محمود ربما لا تكون هناك إجراءات قانونية لحل هكذا خلاف. أنا أريد أجاوب الأستاذ كاظم. اليوم أنت لما تجي هاي العائدات هاي النفطية اللي هي اللي بدأ يعرفوا إذا تروح من الإقليم ولا الأكراد يعرفون ولا هم هو بكلامه يقول إحنا بدأ يعرفوا عندهم طبعا هم برلمان عندهم جهات رقابية المفروض تحاسب تشوف هاي وين تروح هاي الأموال. هاي الأموال لو جاء هو ده يحكي بأنه هذا ما يقطع رزق الناس وما يقطع رزق اللي هم بالإقليم وبكل العراق وهاي المالية الوفرة المالية والمال اللي يجي هذا يوزع على الشعب العراقي بالتساوي كثروات طبيعية. اليوم الموازنة كانت 100 مليار دولار والنفط مال الاقليم فد 20 مليون دولار. نعم. هم ال 20% اللي تجيهم مالتهم بدل ما تجيهم 20 مليون راح تجيهم 24 مليار راح تجيهم يعني 24 مليار، يعني راح توفر انت المواطن اذا كنا ب 4 مليار زياده. نعم. احسن ما تروح بجيوب ما نعرف هم من هم. بريد نقول احنا ولا هم يعرفون وين تروح. شكرا جزيلا لك عضو تحالف الفتح محمود الحياني، لانها راح تزيد نسبة. شكرا لك سيد محمود عذرا لضيق الوقت، وشكرا ايضا للباحث السياسي سيد كاظم الياور كان معنا مباشره عبر سكايب من كردستان. شكرا لك سيد كاظم وشكرا لكم موصول مشاهدينا. الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.